أنا الأول والآخر والبداية والنهاية والألف والياء. وأنا أعتقد أن الأول والآخر هو هذا اسم من أسماء الله، حتى في القرآن تجده، صح لو مو صح؟ فالسيد الله المسيح يحفظك. قال أنا الأول والآخر والبداية والنهاية والألف والياء. السيد المسيح قال الموجود قبل كل شيء عن نفسه. من هو الموجود قبل كل شيء؟ فهو الله. فالسيد المسيح أثبت بدلائل كثيرة أنه هو الله من خلال أعماله. وطلب الآن، أنت قلت أين قال أنا الله فاعبدوني؟ هو طلب، قالهم كما يكرمون الآب تكرمونني، يعني مثل ما أنتم تعبدون هو لا الآب يعني تعبدون أنا المعبود. تعبدوني، هو لحظة لا يعني أنه لحظة تعبدوني أنا الله. لحظة، السؤون لمثل ما السؤون للآب. فهذا أكبر دليل على اللاهوت. النقطة الأخيرة، كلمة الله غير مخلوقة حتى في الإسلام. فإذا المسيح أزل غير مخلوق، فهذا دليل على لاهوته. تفضل، إليك 5 دقائق، إلك ربع ساعة وإلى 5 دقائق، ما شاء الله. تمام. إليك ما تشاء. بداية أنت قلت المسيح يخلق، وأنا أقول لك المسيح يخلق بقدرة الله، انتهى، ما بدي أناقش فيها. بعدين أنت قويت حجتك ودليلك من الإسلام. ما يصير تقوي حجتك ودليلك من الإسلام، أصلاً أنت الإسلام ما تعترف فيه، كيف تعطيني حجة من الإسلام؟ كيف تعطيني دليل من الإسلام؟ تفضل، قبل الإسلام هاك هاي الآية، دليل من أيها الإسلام. الذين، لحظة بس لحظة، لا لا، هاي الآية اللي كنت أبحث عنها، هاي الآية، بس هاي الآية اللي كنت أبحث عنها. كان اليهود يطلبون، هاي يوحنا 5، يطلبون أكثر أن يقتلوه. ليش؟ لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. هذا الإنجيل يشهد، مو كلام اليهود، لا، الروح القدس اللي أوحى إلى يوحنا الرسول شهد وقال إن المسيح شنو؟ قال أيضا المسيح قال أيضا إن الله أبوه، يعني شنو؟ معادلا نفسه بالله. هذا دليل أن السيد المسيح قال إنه هو الله مثل الله بالضبط، وأيضا طلب العبادة والتكريم لنفسه كما يكرم منه الآب، يجب أن يعبد الابن ويكرم مثل تكريم الآب. هذا الدليل على أن السيد المسيح هو الله. تفضل تفضل. تمام، أرجع لنقطتي الثانية. نقطتي الثانية أنت تكلمت فيها أيضا، الأولى سقطت والثانية سقطت، لأن الثانية أنت تستدل بدلائل من الإسلام. ما أقبل منك شيء أنت تعطيني إياه من الإسلام. ليش؟ لأنك أنت أصلا ترفض الإسلام. كيف أنت تعطيني حجة من الإسلام وأنت أصلا رافض الإسلام؟ يعني أنت كافر بالإسلام، كيف انت يعني رافض الاسلام وكافر فيه وتقول لي هذا مو دين وهذا مو دين سماوي وكل شيء فيه خطأ وتيجي تعطيني دليل منه؟ يعني كيف تنقض نفسك؟ سقط دليلك الثاني، سقط دليلك الثالث من يوحنا 5. تمام، قرأت لي 40 آية. بال40 آية ما ذكرت ولا آية من الاصحاح رقم 5 بانجيل يوحنا ذكر فيها المسيح انه انا الله اعبدوني. يعني قلب وصلب العقيدة، صلب العقيدة، صلب العقيدة يحتاج لأنه أنا أفهمه عن طريق كذا وكذا. صلب العقيدة يجب أن يكون واضح وصريح كما في القرآن الكريم، كما هو عندنا موجود صلب العقيدة. رب العالمين ذكر أن الله بأكثر من آية، قال أنا الله اعبدوني بأكثر من آية، ولكن بالإنجيل ما بتلاقي ولا كلمة تقول أنه المسيح قال أنا الله اعبدوني. فكيف صلب العقيدة يسقط؟ يعني أدور أبحث عن صلب العقيدة، أنا أروح أدور على صلب العقيدة، أشرح صلب العقيدة. صلب العقيدة واضح، لازم يكون واضح، أنا الله أعبدوني، أعطيني آية قال فيها المسيح أنا الله أعبدوني، يحيي ويميت بإذن الله. أنت ذكرت يحيي ويميت، هي أول نقطة ذكرتها، يحيي ويميت بإذن الله. إذا سقطت كلمة بإذن الله، إذا لا يحيي ويميت بإذن الله. بإذن الله كل ما قام به المسيح، وهو اعترف انه انا ما بقوم باي شيء، اعترف باكثر من ايه بالانجيل، انا ما بقدر، لو ما قدره الله، لو ما قدره ابي، انا ما بقدر اقوم بشيء، انا ما بقدر اعمل شيء. اكثر من موضع ذكرها السيد المسيح وقال قال لكم انا لو ما قدره الله ما اقوم بهاي الاعمال، ما اعمل كذا وما اعمل كذا، ولكن اصروا عليه وقال له، قالوا له لا أنت تقدر تخلق، أنت إله. وهو يقول لا أنا ما أقدر أخلق لولا الله، لولا أبي. وهون أنت ذكرت
بالإصحاح 5 حاليا عدة آيات، خليني أخذ واحدة منها بس واحدة. شوف الآية رقم 43 إصحاح 5 من إنجيل يوحنا، يقول: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلوني. يعني يقول لك إياها صراحة، أنا أتيت باسم أبي. يعني كيف لما شخص يبعث رسول يقول له اذهب لفلان وقل له كذا وكذا، يقول الرسول: أنا بعثني لك فلان، أرسلني إليك فلان، أرسلني باسمه، أرسلني فلان. يقول لك، تقول له: لا أنت فلان يا أخي، أنا مو فلان، أنت عبد الله. لا يا أخي مو عبد الله، عبد الله أرسلني. أنا زيد، أنت عبد الله. يا أخي عبد الله أرسلني. أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلوني. يعني المسيح ما ذكر ولا مرة أنا الله أعبدوني ولا مرة، وهي صلب العقيدة، صلب العقيدة إنك تعرف إلهك. بالإسلام صلب العقيدة الله الواحد الأحد، ذكر أنا الله أعبدوني بأكثر من موضع بالقرآن الكريم. عرفت سيدي؟ عرفت على أخي العزيز حسين حسن، ما أعرف شو اسمه. تمام، خلينا نجاوبك. جاوب، تفضل جاوب، تفضل. شكرا. أولا أنا أعطيت آية الأخ متعمدا يتجاهل الآية 18 التي قال المسيح إن الله أبوه معادلا نفسه بالله، هذه لم يعقب عليها الأخ وأن يعني تجاهلها تماما لأنها كانت طعنة في القلب قاتلة، هذه أولى، فتجاهلها تجاهلا كبيرا لأنها تثبت أن السيد المسيح قال جهرا أنه ابن الله المتجسد، أي أنه نفس الله بالضبط، الآب والابن والروح القدس ونحن عندنا الله، آية تجاهلا ولم تعقب عليها لأنها الآية. لا يعني أنا جاوبت، ليش تقاطعني هسه؟ ليش أنا جاوبت؟ لا ما جاوبتني على الآية، ما جاوبتني على الآية، خلينا نتكلم يا أخي. شكرا، راح اجاوب لك يا هاي واحدة عليك. الأخ ترك شنو؟ ترك الكلمة اللي الآية اللي قال إن المسيح عاد نفسه بالله، والتي تثبت أننا نؤمن بالثالوث الأقدس، إن الله الآب موجود والابن أيضا المولود من الآب والروح القدس أيضا المنبثق من الآب، فنحن نؤمن بأن لدينا الثالوث المقدس، يعني الآب مثل الابن والروح القدس مثل الآب والابن. هو أنكر ذلك لما نقول ابن الله، أي أنه خرج من عند الله وأتى إلى هذا العالم بصورة إنسان. آية أخرى ذكرها الإنجيل هي أنه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، أيضا هذه تثبت أن السيد المسيح هو الله، وأظن أنك لم تقرأ هذه ولم تعرفها أصلا. الآية الأخرى التي هي المسيح قال أنا الأول والآخر والبداية والنهاية والألف والياء، لم يعقب عليها لأنها تدمر معتقده. الآن اللي يأتيكم هو يقول لا تحتج بالإسلام، أنا لا أؤمن بالإسلام طبعا، لكنني أحتج به لأدحضك وأبين أن دينكم خطأ وديني حق. لنقرأ ماذا يقول. أزلية كلمة الله تسببت بأزمة بين المسلمين. لاحظوا هذا يا أخوان، الذي هو يقول أين قال المسيح؟ المسيحيين من زمان، من زمن الدولة الأموية كانوا يفحمونكم ويقلونكم شنو؟ يقلونكم أنه المسيح هو الله. كان أهل الحديث، هذه في كتاب أبو زهرة هسطك يا، كان أهل الحديث ملتزمين بعدم اتخاذ موقف خاص فيما لم يرد فيه نص عن محمد أو عهد من الصحابة، إلا أنهم خالفوا منهجهم في هذه المسألة، وقد كان اللعب دور وكان يقول وكانت تلعب وراءها يد الأجانب، فقد طرحها يوحنا الدمشقي في كتابه، فعلم أتباعه المسيحيين أن يسألوا المسلمين. تفضلوا يا أخوان اقرأوا معي. يوحنا القديس، يوحنا الدمشقي، علم أتباعه المسيحيين أن يسألوا المسلمين عن السيد المسيح، فإذا أجابوهم بنص قرآنهم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فيقول هل كلمة الله وروحه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ فإن قالوا المسلمين مخلوقة، فألزموهم يعني المسيحيين بأن معناه إن الله كان ولم تكن له كلمة ولا روح، وإن قالوا قديمة يثبت قدم المسيح، شوف إلهيته،
وكونه ابن الله. واحد الثلاثة، وقد كان للتخليق وقد كان للتخطيط المسيحي أثره الخاص، فأوجدت تلك المسألة ضجة كبرى بين المسلمين. الله أكبر، يعني أوجدت ضجة كبرى بذاك الزمان أن السيد المسيح هو الله. فالمحدثون على عدم كونه مخلوقا، والمتفكرون كالشيعة المعتزلة على الحدوث. فيقول رسائل ومقالات، هذا تجدها في رسائل ومقالات الشيخ جعفر السبحاني صفحة 295: القول بخلق القرآن هو الرد على المسيحي وهو ليس بحقيقة. شوف ايش قالوا بعدين حتى يطلعون من المسألة. أبو زهرة يقول، هذا سني: كثر القول حول القرآن الكريم في كونه مخلوقا أو غير مخلوق، وقد عمل على إثارة هذه المسألة النصارى الذين كانوا في حاشية البيت الأموي، وعلى رأسهم يوحنا الدمشقي السوي يوحنا، الذي كان يبث بين علماء النصارى في البلاد الإسلامية طرق المناظرات التي تشكك المسلمين في دينهم، وينشر بين المسلمين على حد زعمهم الأكاذيب عن نبيهم، مثل زعمه عشق محمد علما لزينب بنت جحش، فقد جاء في القرآن إن عيسى ابن مريم كلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلمة الله. فكان يبث بين المسلمين إن كلمة الله قديمة، فيسألهم: أكلمته قديمة أم لا؟ فإن قالوا لا، فقد قالوا إن كلامه مخلوق، وإن قالوا قديمة ادعى إن عيسى قديم يعني إله. وعلى ذلك وجد من قال إن القرآن مخلوق ليرد كيد هؤلاء، يعني مو صدق. شوف اللي قال إن القرآن مخلوق ليرد كيد هؤلاء، فقال ذلك الجعد بن درهم، وقاله الجهم بن صفوان، وقالته المعتزلة، واعتنق ذلك الرأي المأمون، وقد أعلن هذا. ليش قالوا المن ردا على من؟ ردا على النصارى. وإلا كلمة الله القرآن مخلوق أم غير مخلوق يرد على هذا منه؟ الإمام أحمد بن حنبل، تفضل شي يقول. لا شي يقول، قال أحمد بن حنبل اللي أنت تتبع أظن: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، فمن زعم إن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. يعني المأمون وربع المعتزلة كفروا أنفسهم. ليش؟ يعني ما يقدرون يجاوبون على المسيحيين. يعني أنت من زمان علماءك نفسهم ما يقدرون يجاوبون على المسيحيين، لأن المسيحيين كانوا يلزمونهم يقولونهم كلمة الله غير مخلوقة، يقولونهم غير مخلوقة، فيقولون إذن المسيح كلمة الله غير مخلوق، إذن هو الله. أقلونهم كلمة الله مخلوقة كفر، يعني أحمد بن حنبل يقول اللي كفر. فالمسيحيين من ذاك الزمان لازمينكم ودهم دحض. يوحنا الدمشقي من ذاك الزمان كان شي يسوي طاحنكم طحن، ولذلك سووا. وجد من قال إن كلام الله مخلوق ليس صحيح، لا ليرد كيد هؤلاء فقط، يعني على مود يرد على النصارى. وإلا كلمة الله غير مخلوقة، القرآن غير مخلوق، ابن أحمد بن حنبل كفرك إذا قلت كلام الله مخلوق. فأنا الآن ألزمك مثل ما كان يلزمك القديس يوحنا الدمشقي، ألزمك الآن كلام الله مخلوق لو غير مخلوق؟ إذا قلت كلام الله غير مخلوق فهذا يثبت إنه المسيح قديم أزلي وهو الله. تفضل جمع السؤال، ألزمك. هرب هرب يخرب بيت امك، يخرب بيت امك، يا لهوي هرب. يا رب دخيلك. شوفوا يا مسيحيين،
شوفوا يا مسيحيين اشهدوا ليدكم اشهدوا يا مسيحيين شفتوا اشهدوا يا مسيحيين شفتوا هرب 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 صاعقة صاعقة ما بعدها من صاعقة صاعقة ها مثل صاعقة مال مال العجل اللي ضربها هرب ليه صاعد شفتوا شفتوا يا اخوان فشلتنا ليه صعدت شفتوا يا اخوان شلون هربوا المسلمين شفتوا شلون فشل المسلمين خطيه شفتوا شلون فشل المسلمين لا وانا انا حاطه القران واتبعوا بالايات شفتوا شلون فش هذول هم من صعدوهم ادحضوهم اضرب كمان عاوز اتوب من صعدوهم ادحضوهم ونزلوهم تمام من صعدوهم يا اخوان ادحضوهم ونزلوهم فشي هربون شفت شلون يعني المسيحيين من زمان المسيحيين من زمان صاعقينكم اصلا اخي نشكر يسوع المسيحيين من زمان صاعقينكم شوف هرب ما يقدر يريد نزل من المايك ما يقدر يريد من زمان المسيحيين صاعقينكم صعق بهاي المساله مال انه المسيح مخلوق لو ما مخلوق من زمان كان يوحنا الدمشقي يصعق فيهم صح يقول له يكذبهم يقول لهم كلمه الله مخلوقه ولا يا ناس تقول لي كلام مخلوق لو وياي طالع موجود كلام كلمه الله ليس مخلوقه ليس مخلوقه باعترافهم هم ازلي كلمه أزل. الله ازليه ازليه وين ما كان هي زين اذا سبت... ازليه شلون نقول كلمه الله والقى فيها من روحه وكلمته زين الكلمه اللي القاها إيه؟ أزلية لو مخلوقة ها برافو عليك لا أزلية يوحنا بالأخير فشلت نفسي يلا نزل أوقف شفتو في أخت اسمها ليفينا شنو اسمها إيه. كانت ضايجة قالت هسه هذا شي سوي قلت لها انتظري الصاعقة انتظري شفتي أختي شفتي شلون نزل كما يهرب الجبان تم الدعس وبنجاح طبعا أخوكم نزل من الماء أو ظل صافن ظل صافن ونزل شفتوا شلون ظل صافن ساكت وبعدين نزل